أبرز المهمات اللي عملتها مع منظمة أطباء بلا حدود هي وضع استراتيجية وميزانية لقسم الإرشاد والتوعية الصحية، عمل على تعزيز قدرات الفريق الإرشاد الصحي، والعمل مع مجتمعات مختلفة تنعززهم ونمكنهم على أخذ قرارات مدروسة لسلامتهم وصحتهم. من التحديات اللي واجهتها هي اللغة. لما نشتغل بأماكن مختلفة مع لغات مختلفة، وكيف نقدر نوصل الرسالة الصحية اللي بدنا نوصلها للمجتمعات بأسرع وأبسط طريقة. صراحة كل شيء، ما في شيء بالأخص، لأنه كل يوم نهار جديد مع أطباء بلا حدود، نهار لنتعلم فيه، نهار لنواجه تحديات جديدة كفريق ونشتغل سوا لمساعدة العالم، ونقدر نشوف الإمباكت اللي نحن عم نعمله بالمجتمع.